أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم ويا مرحبا بكم في حلقة جديدة من 4-4-2 جولة واحدة، وسنتعرف على بطل الدوري الأقوى في العالم البريمير ليج هناك في إنجلترا. بعد منافسة ثلاثية شرسة انحصر اللقب بين مدينتي مانشستر ولندن بعد ابتعاد ليفربول. الأقرب بحسب النقاد هي مدينة مانشستر، ما لم يكن لكرة القدم رأي آخر فتلك المستديرة لا أمان لها إلا مع صفارة النهاية. مرحبا بكم ونبدأ بالعناوين. مانشستر سيتي يقترب من الاحتفاظ بلقب البريمير ليج بعد ثنائية هالاند في شباك توتنهام هوتسبيرز. أرسنال يتشبث بالأمل الأخير ويترقب سقوط سيتيزنز في الأسبوع الأخير أمام مطارق ويست هام يونايتد. ويوفنتوس يعود إلى منصات التتويج بعد غياب، وأتلانتا يكتفي في الوصافة بموسم استثنائي لأبناء مدينة بيرغامو. كما هي العادة أرحب بضيوف البرنامج. معي هنا في الاستوديو محلل 442 صانع المحتوى الرياضي اليوفنتيني بطل كأس إيطاليا يوفنتوس محمد حلمي راشد. مرحبا، مساء الخير للبطل فريقك. يعني أهم شيء كلمة البطل، مساء الورد معين، مساء الخير لجميع الإخوة الزملاء وجميع مشاهدين قناة المملكة. واليوفي بطل إيطاليا بغض النظر، لن نضع كأس أو دوري، لكن بطل إيطاليا يبقى. سنتحدث عن هذه العودة إلى منصات التتويج عن يوفنتوس في غضون الحلقة عبر سكايب. أرحب بنجم كرة القدم الأردنية، اللاعب الدولي، المدرب الوطني، محلل البرنامج كابتن خالد سعد. ومن أبو ظبي هذه المرة أرحب بمحلل البرنامج وصانع المحتوى الرياضي طلحة أحمد. مرحبا بكما. نبدأ سريعا من إنجلترا، حيث بات لقب البريمير ليج على بعد خطوة واحدة من معرفة البطل المتوج به مع وصولنا إلى الأسبوع 38 والأخير من المسابقة الأقوى على صعيد الدوريات المحلية على مستوى العالم. خلال الأسبوع الماضي خاض مانشستر سيتي مباراتين متتاليتين. في المباراة الأولى التي جاءت ضمن الأسبوع 37 تغلب سيتيزنز على فولهام في رباعية، بل تفوق عليهم في رباعية. في المباراة الثانية المؤجلة من الأسبوع 34 تغلب السيتي على توتنهام هوتسبيرز بثنائية لكنها كانت صعبة. بدوره حقق أرسنال انتصارا ثمينا خارج ملعبه على مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل. في الأسبوع 38 والأخير يوم الأحد المقبل يلتقي حامل اللقب مانشستر سيتي على ملعبه مع فريق ويست هام يونايتد الذي يدربه ديفيد مويس. في التوقيت ذاته يواجه أرسنال فريق إيفرتون. أبدأ معك محمد، الأمور بدت حتى الآن تبدو وكأنها مثالية بالنسبة لمانشستر سيتي. راهن كثيرون على أن مان سيتي سيكون في النهاية البطل، حتى الآن لم تحسم الأمور بعد. طلحة من الناس اللي راهنوا على ذلك، لكن سونغ كان له رأي آخر عندما أهدر الفرصة السهلة أمام مرمى السيتي. وسبق أن غوارديولا قال بعد المباراة سونغ عاقبنا كثيرا في السنوات الماضية 6 أو 7 مرات في السنة منذ أيام بوتشيتينو، لكن هذه المرة أهدر الكرة التي كان بإمكانها أن ينقلب شكل الموسم بسببها. وشاهدنا ردة فعل غوارديولا وتألق أورتيغا إلى آخره. نعم، هي الفكرة أنه غوارديولا من المدربين ممكن قول عنهم غير محظوظين في داخل المباريات، عادة يقف الحظ ضده. غير محظوظ غوارديولا داخل أرض الملعب، يعني كثير من المباريات كان يكون يسيطر، كان يكون هو الأفضل القائم. ضاعت الفرص بطريقة غريبة عجيبة، وضاعت منه بطولات كبيرة جدا بمثل هذه الظروف.
فلا ضير أن يقف معه الحظ لمرة واحدة. وهذا لا يلغي أيضا أن أورتيغا قام بتصدي استثنائي في اللحظة، يسجل في التاريخ. نعم، تصدي استثنائي في التوقيت، كيفية تغطية الزاوية ويعني طريقة التعامل مع الهجمة، لأنه يعني الخطأ الذي ارتكبه أكانجي كان يشبه خطأ جيرارد المعروف. هو نفس ذات الخطأ، لكن لم يسجلها سون تردد، أخذ قرارين بنفس الوقت وتردد بأن يأخذ منهم الأفضل، هل يلعبها لوب أو يقوم بالتسديد لا بشكل أقوى. فهذا القرارين بنفس الوقت، التردد أعطى كرة ضعيفة نوعا ما. صح، وسهل. هي ضعيفة، ليست صعبة كثيرا على الحارس، لكن تصرف مع الحارس بشكل جيد أنه لم يخرج مبكرا، تأخر أكثر، انتظر أن يقوم مدافع بالضغط أعلى على سون. لكن غوارديولا بكل صراحة يعني أنا في هو خلص في طريقه لحسم اللقب، اللقب الرابع على التوالي. الموضوع سابقة والله، سير أليكس مع يعني سير أليكس ثلاث مرات، الآن غوارديولا سيدخل التاريخ من أوسع أبواب. مدرب جاء بسنوات قليلة وقام بإلغاء تاريخ كبير جدا سابقه، وأوجد مانشستر سيتي كأفضل ثالث نادي تاريخيا في إنجلترا. تخيل الفريق دخل التاريخ بطريقة استثنائية مع غوارديولا. وهذا التصدي طبعا اللي تحدثنا عنه من أورتيغا، الجميل أنه هو انتظر دياز أن يقوم بالضغط على سون وقام بتضييق الزاوية. التوقيت كان مهم جدا في مع أن أورتيغا دخل بديل، يعني ما حمي كثير، ما دخل من بداية المباراة، وتابعنا كيف إدرسون خرج معصب. وأورتيغا يقال بأنه الحارس عندما يدخل متأخرا أو لا يختبر كثيرا يفتقر إلى حس المباراة. صحيح، الفكرة ربضارة النافع، إصابة الطاقم الطبي أنه لا بدل، إصابة إدرسون في الموسم وليست في المباراة هذه، في الموسم كانت مفيدة لأورتيغا أن يلعب أكثر هذا الحارس ويأخذ على حس المباريات وعلى وجود مع فريق كبير جدا. يعني رغم كل النجوم الموجودين على أرض الملعب، هو النجم الأول كان في هذه المباراة، حتى لما احتاجه زي ما تفضلت، لما احتاجه السيتي خلال الموسم قبل أبلاء حسن كان مميز بلعب القدم كما يريد غوارديولا، كان مميز في التصديات، له مباريات جدا ممتازة. ونذكر أن الحارس هذا كان في الدرجة الثانية الألمانية في وقت ما، وجاء مجانا واعتمده غوارديولا كحارس ثاني. إن كان بإمكان غوارديولا أن يأتي بأي حارس ثاني، احنا نعرف أن لديه صلاحية. نعم، لكن هو اختار أن يقوم بإيجاد تحدي مع هذا الحارس، والحارس هو النجم الأول في المباراة قبل الأخيرة. على ذكر النجوم، ستكون فقرة الأخيرة في هذه الحلقة مخصصة لحراس المرمى وكلام عن أداء حراس المرمى وأبرز الحالات ويعني اختيارات المدربين إلى آخره في نهاية الحلقة. لكن بما أنك ذكرت النجوم، لابد من التوقف عند دي بروين وهالاند. هالاند 43 مساهمة تهديفية في 43 مباراة هذا الموسم، سجل 37 بمختلف المسابقات. نعم، وصنع ستة أهداف. دي بروين أرقام، هو الآخر حدث ولا حرج، يدخل التاريخ ويصبح ثاني لاعب تاريخيا بصناعة الأهداف، يهزم لامبرت كمثال، يتفوق على لامبرت، فابريغاس، روني، لامبرت، رايان جيجز. ولنذكر أنه نسبة المباريات، شكرا، هذه نقطة مهمة جدا. بالزبط. طبعا هو ليس تقليل من قيمة كيفن دي بروين، هو من أفضل اللاعبين بمركزه عبر تاريخ كرة القدم. لكن منظومة غوارديولا استثنائية، تنجح أي لاعب إذا كان لديه الجودة العالية، فهذا ما يعيز أنه نسبة قليلة، نسبة يعني نسبة المباريات وعدد صناعة الأهداف ومساهمة بالأهداف الفاعلية كبيرة جداً. نعم هو ب 259 مباراة صنع 112 هدف خلال أقل من 10 سنوات، أقرب لاعب عليه أعتقد فابريغاس 370 أو 350. نعم، مباراة فابريغاس، البقية 400 و500 وتقترب من الألف زي راين جيمز. يعاز ذلك إلى جودة دي بروين كلاعب فردي، كمميزات ورؤية داخل أرض الملعب، والمنظومة التي لعب لها، وأيضا المدرب الذي يدربه. وأيضا بالتالي يجب ذكر هالاند الذي هو يقدم موسم غير جيد، يعني يعتبر لكنه هداف الدوري، هو يعتبر موسم، يقيموه كثير من يقيم هذا الموسم لهالاند أنه لم يكن حاسما في بعض المباريات المهمة، لم يكن يختفي جيداً في المباريات الكبيرة. نعم، مثل ريال مدريد وكذا. ولكن العدد هذا لو سحبته من مانشستر سيتي سيؤثر بشكل مباشر على كل البطولات. متصدر. نعم، لأنه لديه أهداف مهمة جدا، ولا ننظر إلى شكل الأهداف، يعني هذه الأهداف كانت تضيع، وحتى هالاند في بداية الموسم كان يعاني من إضاعة الأهداف لأنه متدارك هذا الأمر. وبالتالي شيء استثنائي ما يمتلكه مانشستر سيتي وما يمتلك اللاعبين من فرصة داخل مانشستر سيتي. فرصة اللاعب بهذه المنظومة ستجعل أي لاعب ناجح بأضعاف ما كنا نتوقع. يعني لم نتوقع أنه هالاند يدخل بهذه السرعة ويكسر هذه الأرقام، أرقام استثنائية ما يقدمها هالاند. نعم، وأيضا كيفن دي بروين على مدار السنوات. نعم، إليك طلحة، أنت من الذين راهنوا أن سيتي في مرحلة من مراحل الموسم لم يكن بأفضل حالاته، ابتعد عن
الصدارة. توتنهام لفترة من الفترات تصدر لأسابيع الذي فاز عليه السيتي هذاك اليوم، وأرسنال كان قريب، وليفربول هو الآخر كان مرشح فوق العادة. أنت كنت تراهن أنه لا يا جماعة انتظروا، السيتي سيعود وعندما يقبض على الصدارة لن يفرط بها بالرغم من كل شيء، كاد أن يفرط بها لكن خرج بالأهم بالفوز والنقاط الثلاث. يبدو أن غوارديولا ماض لأربعة ألقاب على التوالي في إنجلترا، هذه لم تحدث حتى مع أعتى المدربين مثل سير أليكس فيرغسون أو سير بيلبي روبسون أو حتى أرسن فينجر. نعم، هو التوقع، طبعا التوقع هذا أعتقد في زمن بيب غوارديولا لا يعتبر شيء غريب يعني بالنسبة لنا، لأنه بيب غوارديولا عودنا مانشستر سيتي أصلا بهذا النوع من الأوقات أنه يكون حاضر ويكشر عن أنيابه بطريقة شرسة جدا ويعطي هذه الفوارق اللي بينه وبين المنافسين والخصوم. بيب غوارديولا أو مانشستر سيتي بيب غوارديولا بنتكلم عن حقبة مليئة جدا بالأرقام القياسية، وهنا نتكلم عن جميع البطولات التي شارك فيها مانشستر سيتي سواء على مستوى دوري أبطال أوروبا أو على مستوى الدوري الإنجليزي. ولطالما نتكلم عن الدوري الإنجليزي، بدأت تحطيم الأرقام بدأ منذ نتكلم عن أول فريق يفوز ببطولتين على التوالي كان مانشستر سيتي من عام 2010. أذكر معا لما جاء بيب غوارديولا إلى مانشستر سيتي وخسر الدوري أول موسم، أنا راهنت على أن ستكون في يوم من الأيام هيمنة لبيب غوارديولا ومانشستر سيتي على الدوري الإنجليزي. وتوجهت لي العديد من الانتقاد، أعتقد هذا الكلام بنفس الموسم اللي أخفق فيه وكان أول موسم له اللي فاز فيه تشيلسي. هذا دليل المدرب شرس، منظومته شرسة، اللاعبين اللي بيلعبوا معاه قابلين جدا للتطور مثل ما تفضلت قبل قليل، الفكرة تطور اللاعب، هناك العديد جدا العديد من الأفكار. فقط أنا بدي أتكلم عن إيرلينغ هالاند. الآن الجميع يتفق أنه إيرلينغ هالاند قدم موسم لا يتوافق مع الشيء المطلوب منه. بلغة الأرقام بلغة الأهداف نتفق جميعا أنه أهدافه جدا مهمة، ولكن ما يعيب هالاند هذا الموسم المشكلة اللي كانت بهالاند أنه فترة الهبوط التي حصلت عنده، وهي تمر على كل لاعب، على أي لاعب في فترة هبوط في الموسم، جاءت في فترة حساسة جدا جدا جدا، كانت في مواجهات لريال مدريد وكان في مجموعة من مواجهات صعبة على مستوى الدوري الإنجليزي، نتكلم عن مانشستر يونايتد، نتكلم عن ليفربول، وليفربول كان بهذاك الوقت متصدر. فقط هي هذه السهو الغفو التي جاءت من إيرلينغ هالاند بتوقيت سيء، ولكن كمواصفات مهاجم أعتقد الجميع كل متابعين كرة القدم يتفقوا وهناك إجماع أن إيرلينغ هالاند هو أكثر مهاجم متكامل حاليا على مستوى العالم. شيء آخر معي فقط، أنا آسف جدا على الإطالة، إيرلينغ هالاند يظلم، أي نعم هو مستفيد بشكل كبير من منظومة مانشستر سيتي ولكن أيضا مظلوم في مانشستر سيتي. اسألني كيف مظلوم، بحكي لك أنه 99% من المباريات في الموسم يقابل أفرق أو فرق تغلق تماما، تلعب ب 11 لاعب دفاع، وهذا الشيء يحد من فعالية أي مهاجم، ومع ذلك هناك أهداف وعدد ونسبة كبيرة جدا من الأهداف. نعم طلحة، إليك كابتن خالد، ماذا عن أرسنال الفريق الذي ينافس الموسم الثاني على التوالي، يتصدر لفترات طويلة من الموسم ويتكرر السيناريو وللموسم الثاني على التوالي في النهاية يتصدر أرسنال لكن سيتي يفوز، عليهم أن يصبروا، يتعلموا من أخطائهم، يكتسبوا التجارب أكثر فأكثر، لأن الإدارة دعمت أرتيتا الموسم الماضي وأنفقت في الصيف الماضي بسخاء. نعم، يعني عن الطرف الآخر، الأرسنال فريق جيد وفريق أبلى بلاء حسن في هذا الموسم. أرسنال مايكل أرتيتا فريق منظم، فريق متصدر الدوري الإنجليزي، لما نتحدث عن البريمير ليج نتحدث عن فريق عتي، فريق عنيد. يعني لو نيجي لأسماء الفرق المتواجدة في الدوري الإنجليزي معا، وجود الأرسنال في الصدارة لفترات طويلة أو وجود التنافس الثلاثي ما بين مانشستر سيتي والأرسنال وليفربول لفترات طويلة من خلال الموسم، تشعر بأنه فريق كبير ويقدم كرة قدم حديثة وجميلة وشاملة. تحدثنا عن فترات غيابات اللاعبين، تحدثنا عن فترات نضج اللاعبين أو الخبرات التي يجب أن تكتسب من خلال من موسم إلى آخر. يعني شاهدنا هبوط في مستويات بعض اللاعبين، يعني شاهدنا لاعبين إصابات بالجملة كانت في هذا الموسم، ومع ذلك يبقى الأرسنال فريق منافس ومتحدي إلى الرمق الأخير. لكن إحنا اليوم بنحكي عن المنافس مانشستر سيتي، مع مانشستر سيتي يعني
وجوده في المراكز الأولى هو ضغط، وسيلة ضغط على أي فريق متصدر، وشفنا الضغط اللي حققه كان على ليفربول بشكل مباشر، مع أنه ليفربول كان متصدر قبل ما يكون متصدر الأرسنال، لكن وجود مانشستر سيتي أرهق الفريقين، أرهقهم فكريا، أرهق المدربين، أرهق اللاعبين بكل معنى الكلمة. لكن موسم استثنائي، موسم جميل. خلينا نحكي عن تاريخ الأرسنال. الأرسنال دائما ما يعرف عنه هذا النادي من زمن أرسن فينجر، والزمن الجميل يعرف للأرسنال أنه أرسنال مصنع للاعبين، تشاهد دائما كرة قدم جميلة، كرة قدم شاملة. نعم. وحديثة، ولكن دون نتائج ودون إحراز النتائج. لكن اليوم الآن هناك انتظار وترقب لأن يصبح أرسنال نادي ينافس على اللقب بشكل حقيقي، لا يقارع فقط، ويرضى بأنه كان وصيفا، يرضى بخروج بربع نهائي من دوري الأبطال، لأن الإدارة تستثمر بالمدرب، تجلب له الصفقات، تدفع بسخاء للاعبين. على الإدارة أنت كمدرب أن تصبر على أرتيتا، أم أنه خلص الرجل قدم كل ما لديه لهذه المرحلة، لأن المشروع يكون بمراحل، والآن يرتقوا إلى مرحلة أعلى ويجلبون مدرب يتناسب مع جودة مستوى التنافس العالي، حدية التنافس، كي يقارع غوارديولا سيتي وينافس في دوري الأبطال، مع بقاء أرتيتا أم رحيله وجلب مدرب جودة أعلى؟ معا حتى على مستوى اللاعبين لا يختلف عن المدرب. المدرب يكتسب خبرات كما اللاعبين، يعني اكتسب خبرات الدوري الإنجليزي، وأنا مع بقاء مايكل أرتيتا بهذا الفريق وعلى رأس الإدارة الفنية، لأنه فريق يعني متجدد، يعني ما بتحكي انه في عنده فكر واحد وانتهى عنده، لا، مدرب متجدد ويبحث عن كل جديد، ومن المدربين الذين لهم بصمه في كره القدم بكل امانه، يعني نتحدث عن هذا الرجل. طيب نبقى في انجلترا، ولكن الى موضوع اخر يتعلق بتقنيه حكم الفيديو المساعد الفار، حيث اقترح نادي وولفرهامبتون إلغاء تطبيق هذه التقنية اعتبارا من بداية الموسم المقبل. إدارة وولفرهامبتون قالت في بيان رسمي إنه بعد 5 مواسم من تطبيق التقنية حان الوقت لإجراء نقاش بناء حول مستقبلها. من المقرر أن تجري أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تصويتا على المقترح في اجتماعها السنوي الشهر المقبل، حيث يحتاج أي تغيير في قواعد البطولة إلى أغلبية 14 صوتا من أصل 20 صوت لاعتماده. محمد، تابعنا هذا الخبر بالأمس وأحدث ضجة كبيرة في إنجلترا. هناك من يطالب بلحاق التطور والتكنولوجيا وإدخالها والاستفادة منها، لكن هناك قوة شد عكسي تريد إلغاء الفار. هل يعقل لأنه خطأ خطأين، هدف هدفين، حالة حالتين أو أكثر حتى قليلا على مستوى الفار يتم المطالبة في إلغائها والعودة لزمن ما قبل الفار؟ هي الفكرة أنه تم وضع وولفرهامبتون في الواجهة، هي عدة أندية كانت تريد الحديث في هذا الأمر بالسابق. نعم، تقريبا من تقريبا 3 أسابيع الموضوع طرح في الصحف الإنجليزية. الفكرة هي أنه لا يريدون إيقاف المباريات، هلا نضع شوي موضوع الأخطاء على جانب، لا يريدون إيقاف المباراة بشكل متكرر، لذلك لا يتم الرجوع للفار بشكل متكرر. يعني الفكرة أنه الحكم الفار لا يمنح أي اتصال لحكم الساحة، وبالتالي إحنا لهذا شاهدنا أخطاء كثيرة أو صح. أمور لم يعد لها الفار، لأنهم لا يريدون محاكاة فكرة الفار مع اليويفا أو الفيفا بنفس الفكرة اللي هي إيقاف متكرر للمباريات. أنت تعرف الإنجليزي يريدون طابع خاص لهم، زخم ورتم. نعم. لبطولتهم، لا يريدون كسر هذا الأمر. هذه هي نقطة الجدل كانت في الموضوع، أنه يا إما يتم تطبيق التقنية بشكل تام ومنح يعني منح الفار حقه في التدخل بشكل مباشر دائما في الحالات التي يجب العودة إليها، أو بالتالي لا تريد فعل ذلك، قم بإلغائه. هذه الفكرة. طبعا موضوع الإلغاء، صحيح أن اليويفا ليس لديه سلطة مباشرة على البريمير ليج على قرارات رابطة الدوري الإنجليزي، لكن اليويفا سيتحدث بشكل مباشر مع رابطة الدوري الإنجليزي، وال يعني هناك يعني تقنية يتم استخدامها في كامل الدوريات وفي البطولات الأوروبية كاملة، ولا يتم استخدامها في البريمير ليج. هذا يمنح شكل اليويفا أو دعاية سلبية لهذه التقنية، فيتم رفض الأمر تدريجيا عبر باقي الدوريات. فالأمر غير منطقي يعني يتم مثلا اعتماد هذا الشيء، لأنه نحن نعرف العقلانية تمنحك أن لا تستخدم كل تقنية تمنح المباريات أو تمنح الحكم أداء أفضل، فبالتالي وجه المشكلة إلى الأصل، قم بإعطاء دورات تدريبية للحكام، كيفية التعامل مع الفار، أيضا دورات تدريبية لحكام الفار. هذه النقطة المهمة جدا. جون المقبل حكام الفار ولا بدهم دورات. نعم. مباراة ليفربول وتوتنهام بداية الدوري
ليفربول خسر بشكل غير عادل بصراحة. نعم صحيح صحيح. لأن الحكم الفار كان فيه وكان وإيقاف مباراة توتنهام السيتي الذهاب وإيقاف الهجمة، وكان هالاند على ما أذكر في انفراد تام. فيجب هنا يعني توجيه المشكلة، توجيه الحل للمشكلة الأساسية. تعتقد بأنه سيبقى الفار؟ سيبقى بكل اجتماع هو بجون المقبل سيبقى. سيبقى صرف مليارات على هذا المشروع، صرف مليارات. نعم. طيب دعني أسمع منك توقعات أنت والشباب، من تعتقد انه من تعتقد سيكون بطل انجلترا هذا الموسم؟ هو تم حسم الامر يعني امام توتنهام، مانشستر سيتي ما في مفاجآت الجوله يعني الأخير. وست هام يخسر من فولهام، يتعادل مع ليفربول، يعود ويخسر من برايتون، فغير ثابت الامور اصلا. مش والمخيف مستخرة. بالامر وان جون دايس يواجه ارسنال صراحه ايفرتون من 7 مباريات هي خساره واحده. جون دايس مدرب صعب للامانه. نعم. طيب شباب، طلحة من أشهر تحدث، أنا بجاوب عنك، مان سيتي صح؟ طيب خالد، كابتن خالد، ما لا أعتقد هناك مفاجآت. يعني يسير الدوري بالترتيب الذي وضعه مانشستر سيتي، يعني في فترة المنافسات والحسم مانشستر سيتي له اليد الطولة. نعم. قبل أن نذهب إلى فاصل لابد أن أعود أن أتحدث مع حلمي بعجالة قبل الفاصل. أوناي إمري يحقق إنجاز أستون فيلا بعد غياب فاقل 4 عقود دوري أبطال أوروبا. عندما تولى أوناي إمري قيادة الفيلاز قبل سنة ونص كان الفريق في منطقة الهبوط. صحيح، يستحق ذلك. ونذكر أنه خرج إلى البريمير ليج في 2019، فالفريق حديث في التنافسية الكبيرة جدا، مقام فيه مميز جدا. تجربته في فياريال منحته شجاعة في تطبيق أفكار مختلفة. هو الفريق الوحيد الذي يلعب 4-2-3-1 في البريمير ليج، لكن بيطبقها بأسلوب مش دفاعي، بأسلوب هجومي أعلى، بيلعب بشكل هجومي أفضل، وهذا ليس مفاجأة بصراحة. يعني هو فاز في أول 10 مباريات من أول 15 مباراة لعبها، هذا الرقم ما وجد في أستون فيلا من عام 81 لما كانوا أبطال أوروبا دوري الأبطال. نعم، وحققوا بالبريمير ليج. نعم صحيح. فبالتالي أصلا هو في أول 50 مباراة له، في أول 50 مباراة مع أستون فيلا تفوق على جوارديولا في أول 50 مباراة مع مانشستر سيتي. تخيل إلى 31 فوز، 29 فوز فقط لمانشستر لجوارديولا مع مانشستر سيتي. فهناك كان بوادر أنه لا في نجاح آتٍ. ولا ننسى أنه في كان ميركاتو مميز، في لاعب يعني لاعبين كامارا وتينمانس مجاناً. عنده أيضاً لاعبين باو توريس دفع فيه مبلغ ممتاز، وديابي دفع فيه مبلغ ممتاز. بالتالي هذه المبالغ انعكست بشكل إيجابي على الجميل أن الفيلاز يعودوا إلى دوري الأبطال. رائع جدا بعد 4 عقود، يعني شيء مميز، لان هناك عمل مدرب، هناك عمل منظومة. اداره، هناك ايمان من الجمهور. ولنذكر ان 6 لاعبين من الموسم من قبل اللي كانوا مع تشكيله جيرارد هم متواجدين الان، فبالتالي عمل مدرب ظاهر، عمل مدرب واضح. توم هانكس الممثل الامريكي الشهير من عشاق الفيلاز تواجد في المباراه ضد ليفربول. مستمرون معكم وتتابعونا بعد فاصل قصير. يوفنتوس يعود إلى منصات التتويج بعد غياب، وأتلانتا يكتفي بالوصافة في موسم استثنائي لأبناء مدينة بيرغامو. يا مرحبا بعودتكم من جديد. في إيطاليا توج نادي يوفنتوس بلقب الكأس للمرة 15 في تاريخه، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على الفريق المجتهد هذا الموسم أتلانتا بهدف فلاهوفيتش. هذا التتويج هو الأول لسيدة العجوز منذ 3 سنوات. فهل يمهد هذا اللقب الطريق للبيانكونيري للعودة إلى وضعه الطبيعي؟ إحصائيات المباراة النهائية لكأس إيطاليا بين يوفنتوس وأتلانتا، نتابع ولا نعود. إلى اليوفنتيني محمد حلمي راشد، منعنش الليلة طبعا. يوفنتوس بعد غياب 3 سنوات عن منصات التتويج يعود ويفوز، لكن قبل أن نتحدث عن أثار هذه العودة وهذا الفوز، يوفي مع ماسيميليانو أليجري هل سيستمر تعتقد أم أنه لا؟ لأنه في مصادر صحفية إلى حد ما موثوقة تقول بأنه تياغو موتا سيكون مدربا خلال أيام.
الآن صحيح المصادر ذكرتها لجازيتا ديل سبورت بشكل مباشر، ذكرت أن هناك عرض لمدة 3 سنوات لبولونيا لنادي بولونيا بأخذ مدربهم تياغو موتا. وهل يقال أليجري في الوقت الآن أم ما بعد 10 أيام مع انتهاء السيريا إيه؟ هذه نقطة الخلاف، لكن القرار أكيد أن يكون هناك مفاجأة ويستمر ماكس أليجري بكل تأكيد، يعني وارد هذا الشيء، وارد أن يستمر لنهاية عقده، لأنه أصلاً ماكس أليجري لديه شرط جزائي. هو موجود في الزاوية، هو عاد بعد ما طرد، طيب على ذكر العودة، يوفنتوس فريق هبط إلى الدرجة أدنى في الماضي القريب، صحيح. عاد وتسيد إيطاليا لعشر سنوات تقريباً، ولعبنا نهائية دوري أبطال أوروبا، نهائية دوري، وكان في بعض منهم ظلم تحكيمي، لكن تعتقد بأنه هذا الإنجاز، هذا الفوز قد يساهم في عودة يوفي؟ لأنه بصراحة يوفنتوس عندما تناقش موضوع يوفنتوس مع عشاق كرة القدم بحكي لك يا أخي نادي فيه مقومات النجاح، يعني صحيح بعض الصفقات بعض الأسماء لم تعد كما كانت في الماضي، لكن الفريق لديه من الخامة من الشخصية من الإرث الكروي أن يصعد لمنصات التتويج. اللقب هذا فقط هو إنقاذ لهذا الموسم، وإنقاذ شكل هذا الموسم، وممكن يكون إنقاذ لماكس أليجري لماسيميانو أليجري كمدرب أن يستمر لآخر عام لديه، لكن أن يبنى على شيء لموسم القادم لا يوجد شيء يعني يبنى عليه بشكل مباشر من داخل أرض الملعب، ما رأيناه على أرض الملعب طيلة يعني أغلب فترة الموسم بالسيريا إيه أو بباقي البطولات. فتبني بكل تأكيد، هو هناك أصلا المشروع بدأ بجلب جيونتولي المدير الرياضي بالتخلص من كوارث الإدارة السابقة، والأمر جدا صعب، يعني المشاهدون ينظرون لأرض الملعب لكن ما هو خارج أرض الملعب فنيا وإداريا بشكل مباشر، لأنه الفريق يعاني ماديا اقتصاديا في كوارث الفريق. رونالدو ربح الدعوة عليه بكل تأكيد، وهذا سيتم دفعه على 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 دفعتين على مدار سنتين. فالفكرة أنه ضمان مقعد دوري أبطال أوروبا، الخروج بكأس إيطاليا، هذا شيء يمنح شيء يعني يمنح إيجابية لرؤية الموسم القادم، هيبة يوفنتوس، سمعة يوفنتوس، وهي سمعة يوفنتوس يعني لا تحميها كأس إيطاليا بصراحة، يعني بأقل شيء الكالتشو مش أفضل من لا شيء. نعم بكل تأكيد، نعم وكسر أمام فريق ليس بسهل، أمام أتلانتا، أمام جاسبريني، لكن أليجري مثلا أول مدرب يحقق اللقب 5 مرات يا رجل، 5 مرات أقربهم إريكسن ومانشيني، هذا لا ضير أن أليجري هو أليجري، هو لديه تاريخه الكبير جدا، لقب مع يوفنتوس، تاريخ كبير جدا مع يوفنتوس، تاريخ كبير جدا في السيريا إيه، تاريخ كبير جدا أوروبيا بكل صراحة، ولكن يجب أن تطور من مرحلة نفسك. وانتهت يجب أن تطور من نفسك، وكل الشكر، كل شكر على ما قام به هذا الموسم، وكل شكر ما قام ما رغب به ولم يقبل به آخرين، يعني كثير من المدربين رفضوا تدريب يوفنتوس. هو على الأقل أخذ التحدي واستمر. جاسبريني يقدم موسم استثنائي مع أتلانتا بأقل الإمكانيات، الرجل وصل إلى نهائي الدوري الأوروبي مدعو لمواجهة باير ليفركوزن زابي ألونسو، أيضا يفوز بمقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، وهذه نقطة في غاية الأهمية بالنسبة للفريق ووضعه الاقتصادي والاستفادة والتطور والبناء عليه، وأيضا ينافس ويصل لنهائي كأس إيطاليا. يعني هو منذ سنوات كان فريق حديث العهد، يعني فريق له تاريخه لكن هو غير موجود، بدأ تدريجيا ينافس محليا، أصبح ينافس الكبار على مركز ثاني وصدارة الكالتشو، ويشارك في دوري الأبطال ويصل لثم النهائي دوري أبطال أوروبا، فبالتالي أو ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فالفريق يقدم مستويات تدريجية رائعة جدا، حتى لو أصبح هناك هبوط في موسم ما، الموسم الذي يليه بيكون بالفريق بشكل أفضل مع لاعبين آخرين، والفريق يعتمد سياسة أنه يقوم بإنتاج النجوم ويبيع هذه النجوم، فبالتالي جاسبريني يعني ما قام به في هذا الموسم استثنائي، الفريق لعب 4 مباريات في 10 أيام ومنها نهائي كأس إيطاليا، هذا كان سبب من أسباب الهزيمة أمام يوفنتوس، عمل استثنائي، وهذا العمل ليس فقط لأنه عمل فني، هو مستفيد، جاسبريني مستفيد بشكل مباشر من بيع أي لاعب من أتلانتا، له نسبة 24% من نسبة اللاعب، يعني إذا اللاعب بيع في 100 مليون له 24 مليون من هذا المبلغ، وكيل أعمال يعني جاسبريني، هذا الاتفاق ما بينه وما بين عائلة بيسكولي، عائلة اللي المالك لنادي أتلانتا، فبالتالي نجد أنه هو يقاتل لإنجاح أي لاعب، وهذا سبب أنه لاعبين أتلانتا كلهم ينجحون، كلهم ينجحون، ولا يمانع في عدم بيعه، لا بيعوه، ولهذا هو مستمر مع أتلانتا، لا يمكن أن يستفيد ماليا من أي فريق آخر، لا يمكن قبول أصلا، مثلا يوفنتوس لا يقبل أن يمنح المدرب هذا الشيء،
فنيا على ارض الملعب مميز واداريا ويشارك جاسبريني بشكل رائع. اذهب الى طلحه. طلحه، يوفنتوس يعود، انت كمحلل اداء وصانع محتوى، وان كانت هذه العوده جزئيه لكنها احدثت اثرا مثلا على مستوى السوشيال ميديا، عشاق يوفنتوس انتعشوا، تنفسوا الصعداء، بارقه امل، يعني حالهم حالنا نحن جمهور يونايتد. فنقطة يمكن أن يبني عليها يوفنتوس بالرغم من كل الصعوبات والضائقة المالية، وكان في قضايا محكمة من فترة وإلى آخره. ما نحن حاليا في كرة القدم بصراحة، ألف مبروك لجماهير اليوفي هذا الفوز، ولكن جماهير اليوفي نفسها تحتفل بالفوز وتنتظر الاحتفال بإقالة إليغري، والجماعة معهم حق بصراحة، لأنه اليوم أنت لما تطلع على جدول الترتيب كم من فريق فوق إليغري، فوق اليوفي على الترتيب، ماذا تمتلك هذه الفرق من أسماء؟ أتلانتا في النهاية هو فاز على أتلانتا، أتلانتا الذي وصل نهائي اليوروبا ليج وقدم مباراة أيضا جيد جدا أمام اليوفي. ماذا تمتلك هذه الأندية من أسماء؟ ماذا يمتلك روما من أسماء أفضل من اليوفي؟ خلينا نحكي لحتى نتكلم إنه روما يقدم أداء ومستوى في معظم المباريات الموسم أو من الوقت اللي استلم فيه دروسي فيه أفضل. ماذا يمتلك بولونيا من أسماء حتى هناك منظومة، هناك مدرب. عندما يتكلم الكابتن محمد حلمي وهو يتكلم عن من 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 غيرة لها على هذا الفريق، نتكلم عن مشروع، المشروع يحتاج إلى قائد، القائد إليغري لا يستصيغها العقل، لا يستصيغها. إليغري هو أصلاً من الموسم الماضي أخذ على عاتقه هو يعني تسليك الموضوع، المشي بالموضوع في ظل الضائقة المادية. طب طلحة سؤال يفرض نفسه، اسمح لي أطرح سؤال لابد من طرحه الآن، بما أنه الكل متفق أنه أليجري خلاص مرحلة وانتهت ويشكر كما شكر حلمي وهو مشجع للفريق، لو كنت مستشارا لإدارة اليوفي بالرغم من الضائقة المالية الحرجة التي تمر فيها التحديات صعوبات إلى آخرها، ماذا على يوفي أن يضع أهدافا واقعية قابلة للتحقيق في الموسمين أو الثلاث المقبلين، خاصة في حديث عن تياغو موتا خلال أيام سيكون مدرب؟ شوف معا، فريق مثل اليوفي لو أنا كنت مدير، يعني أنا جبت اليوم تياغو موتا وجلست معه وسأضع له الأهداف، أول شيء لو في ضمن مشروع، أنا لما أشوف الفريق يسير ضمن خطة في مشروع، الفوز في بطولة الكأس لوحدها تكفي كبداية، ومن ثم التنافس التواجد في مركز مؤهل لدور الأبطال، ومن ثم التنافس على الدوري مع فريق أجهز مني، هذه لا تعتبر إنجازات كبيرة ولكن ستلبي طموح فريق، ولكن كله مشروط بأداء، بأفضلية، بشغف، بأسلوب، بهوية، بشخصية لعب، بروح يوفنتوس، بعودة اليوفي كجاذب للنجوم. جاذب اليوم اليوفي بصراحة، بكل صراحة اليوفي مش جاذب للنجوم. الدوري الإيطالي كله حاليا مش جاذب للنجوم، وتيجي أنت تطلع على الدوري الإيطالي، أهم عنصر بالدوري الإيطالي بتاريخ الدوري الإيطالي اليوفي مش جاذب للنجوم. فإذا عندما نتكلم عن مشروع سأبحث عن قائد. جماهير اليوم معن، كرة القدم تغيرت، مشجع اليوفي يعني بيقول لك أنا بدي مدرب اللي أثنى على أدائه. إحنا بنحكي عن الفرق بلعبها بأفكارها، سواء كانت أفكارها دفاعية متوازنة هجومية، الجميع يتغنى بليفركوزن، يتغنى في بولونيا، يتغنى في أتلانتا، يتغنى بإنزاجي. أنا أظل بهذا الفريق وأحكي مشروع ولا في جملة تكتيكية واحدة تستحق الذكر باليوفي من آخر ثلاث مواسم حتى الآن. نعم. أيضا على إدارة اليوفي أن تعي جيدا المراهنة على مدرب شاب اسمه موتا يحتاج إلى الوقت. نعم. ألا يعيدوا قصة بيرلو يعني. نعم. كابتن خالد سعد، بالعودة فنيا للمباراة النهائية، الهدف سجل في الدقيقة الرابعة عبر فلاهوفيتش، كان وقت طويل يعني أكثر من 90 دقيقة مع بدل الضائع أمام أتلانتا كي يعود، لكنه أخفق في العودة، هل هذا يعود لسبب أن الفريق لعب 4 مباريات في غضون 10 أيام كما تحدث حلمي قبل قليل والحديث هنا عن أتلانتا، أم أنه ليوفنتوس كان أفضل وفرض نفسه والفريق الأفضل فاز؟ يعني بصراحة لما نحكي عن الجانب الفني مهم جدا معا أنه أنا أتكلم، وهذا المجال اللي أنا بدي أتكلم فيه بصراحة عن هذه المباراة تحديدا. اليوم إحنا الدوري الإيطالي بنتابعه وبنشاهده، سواء الدوري سواء الكأس، الحافز والدافعية قليلة جدا عند اللاعبين، ما بتشوف يعني جمل تكتيكية، ما بنشوف انضباط تكتيكي، بتشوف يعني هاي المباراة تشعر إنها نقلت من دوري آخر ووضعت في الدوري الإيطالي أو في الكرة الإيطالية في هذا الموسم. اليوفي أتلانتا مباراة يعني مباراة فيها ندية عالية، مباراة فيها معدلات جري، في مباراة
ما فيها انضباط تكتيكي معا. إذا بدنا نجي نحكي عن الجمل التكتيكية والانضباط التكتيكي للاعبين ما شفناها بالمرة. يعني أتحدى أي شخص أي محلل بيحكي لك اليوفي لعب بالطريقة هذه أو أتلانتا لعب بالطريقة هذه. شفنا والدليل على ذلك شفنا ردود أفعال المدربين، شفنا ماسيميليانو أليجري، شفنا العصبية المفرطة كانت. هذا يدل دل على شيء، يدل على إنه فريق يحتاج لهذه البطولة. فريق اليوفي اسم كبير لكن المباراة فنيا هي روح. فريق سجل في الدقيقة 4، حاول، حافظ، استثمر فرص، لكن كل هذا اجتهادات لاعبين واجتهادات فردية، ضغط جماهيري، فريق يشعر بأنه فريق قيمة في الدوري الإيطالي أو في الكرة الأوروبية. السيد العجوز يبقى فريق كبير عليه تقديم مشروع واضح. عن المدرب أتحدث وبعجالة أخي معن، إحنا اليوم لما بنحكي عن معدلات أعمار اللاعبين في اليوفي، هذا المشروع الذي يجب أن يبحث عنه الإدارة، إدارة اليوفي. اليوم إحنا لما نيجي نحكي عن مدرب يقدم مشروع، يجب على إدارة، سألت السؤال لطلحة، بتمنى هذا السؤال أضعه لنفسي، المطلوب من إدارة اليوفي اليوم إحنا بنقدم، المدرب يأتي إلى الإدارة ويقدم هو المشروع، لأنه لما تحكي اسم اليوفي هو بحد ذاته مشروع واسم كبير. يجب على المدرب أن يتماشى مع أفكار هذا النادي وتطبيقات هذا النادي وما يحتاجه في كل موسم. نعم، من جديد إليك محمد حلمي بعجالة لو سمحت، أبرز الأفكار، كيف تفوق يوفنتوس على أتلانتا، أليجري على جاسبريني فنيا؟ الفكرة هي بالتنظيم الدفاعي، لنذكر أن أتلانتا هو الفريق الذي هزم يورغن كلوب ليفربول، فبالتالي أنت يجب أن يكون عندك تنظيم دفاعي. الأمر البدني الذي أثر على أتلانتا، الفكرة أنه أتلانتا عادة ما يعتمد 3-4-3 بشكل مباشر، وبوجود لوكمان وديكتلاري هو الذي يكون على بالعمق، لكن بالشوط الأول بسبب غريب جدا قام بلعبه كمهاجم ومن خلفه كومبانرز وأيضا ديكتلاري مع تقدم روجيولي وزاباكوستا. هذا الشيء حدد من وجود لوكمان ومهارته، يعني هو لاعب فردي، حتى في الشوط الثاني هو صار يلعب على الطرف صار أخطر، وهي الفرصة الوحيدة في القائم كانت من 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 لوكمان الفرصة الخطيرة. الفكرة كانت بالتنظيم الدفاعي أن الفريق يتحول لأربعة مدافعين عندما يتعرض لضغط أعلى بعدد لاعبين أكثر، حتى مع وجود زيادة عددية بتقدم لاعبين الوسط كان الفريق يتحول لخماسي الدفاع بتراجع أيضا كامبياسو الذي قدم مباراة ممتازة جدا. كامبياسو كان له أدوار جميلة جدا، عندما تقدم يوفنتوس بالمناطق الأمامية كان اللاعب يدخل للعمق ويمنح ماكيني فكرة تغطية مساحته، وبالتالي يصبح يوفنتوس يلعب بثلاثة لاعبين وهو من أخطر اللاعبين كان كامبياسو. طبعا فلافيتش من الأفضل، كافيلا كان أيضا من الأفضل، لكن فكرة استخدام كامبياسو، فبالتالي هذه هي فكرة فنية كانت موجودة لدى اليوفنتوس بشكل الهجومي، استخدمها لعدة دقائق ليس طويلة، لأن الفريق أخذ الذي يريد وسجل هدف، ونحن نعرف كيف سيتعامل من أليجري مع المباراة، لكن الفكرة كانت دائما بكيفية التغطية الدفاعية أمام أتلانتا الفريق الذي يلعب حتى بالشوط الثاني عندما قام بتغييراته غاسبريني وأشرك لوكمان كان هناك مهام دفاعية لماكيني وكامبياسو تم تثبيته على الجانب الأيمن. فهذه الفكرة بشكل عام، أن هناك كانت فكرة دفاعية استطاعت إيجادها أليجري، وهي فكرة دفاعية مميزة كانت في هذه المباراة. منذ زمن لم نشاهد الظهير الذي يتحول لقلب دفاع، هذا الشيء كان يطبقه في 2017-2018 بشكل جيد، يعني الفريق كان مرن بكيف التعامل مع أتلانتا، ويعني بالنهاية هو البطل. المباريات نعم. النهائية تحتاج أن يتم حسمها بهذه الطريقة. نعم، مستمرون معكم، تتابعونا بعد فاصل أخير. المدراء الفنيون والقرار السليم في اختيار حارس المرمى المناسب في اللحظات الحاسمة ومدى انعكاسه على مسار البطولات. أهلا بعودتكم من جديد. يقال إن حارس المرمى يساوي نصف الفريق لأهميته ودوره الكبير هذا الموسم، وفي الأسابيع الماضية كان لحراس المرمى دور كبير في إنقاذ فرقهم أو العكس تماما، وقعوا في أخطاء جسيمة كلفت فرقهم الكثير. أعود مجدداً إلى المدرب الوطني واللاعب السابق كابتن خالد سعد. كابتن خالد، أنت كمدرب
هناك احيانا يكون عبء على المدرب في اختيار القرار من الحارس الافضل عندما يفاضل بين حارسين، كما يحدث الان مثلا مع انشيلوتي بين لونين الذي انتشل الفريق وتحمل الفريق بالفترات الصعبه، وعوده ايضا لكورتوا الذي اشركه في مباراه الدوري. نعم، هاي ظروف ضغوطات على المدرب صعبه من بدايه الموسم. معا خلينا نحكي عن بدايه الموسم، عن من اثناء تشكيل قوام الفريق في شيء اسمه العمود الفقري. العمود الفقري يبدا من حراس المرمى، او هو مش حارس مرمى، حارسي مرمى على الاقل ممكن يكونوا ثلاث حراس مرمى بنفس المستوى بنفس الاداء. اليوم عندك الحارس معرض لاصابه، معرض لاي نكسه، معرض لاي مرض ممكن قبل المباراه. يجب في تشكيل قوام الفريق من بداية الموسم أن يكون عندك حارسي مرمى، خاصة في الفرق التي تذهب بعيدا للمنافسات الخارجية، للمنافسات والبطولات. لكن اليوم بحكي لك عن شيء، ومن المسؤول عن أن يكون الحارس هو الأساسي. اليوم المدير الفني هو المسؤول الأول والأخير عن تشكيل الفريق بكل اللاعبين، سواء حارس مرمى حتى المهاجم. لكن اليوم مدرب الحراس عليه عمل كبير، عليه إيجاد أفضل ظروف للحراس للحارسين في الفريق. هو يقدم تقريره للمدير الفني بأن هذا الحارس أفضل، لكن رؤية المدير الفني حسب طريقة اللعب اللي بده يلعبها. طب على ذكر رؤية المدير الفني، مباراة مان سيتي وتوتنهام، الفريق الطبي بعد أن عالج إدرسون الذي كان مصابا إصابة قوية استمر باللعب لدقائق قليلة، لكن الفريق الطبي أعطى نصيحة لغوارديولا أنه بدل الحارس. امتثل غوارديولا لذلك وأخرج إدرسون الذي مر على كل أسرة غوارديولا يبدو لي من خلال الشتائم. وبالفعل أورتيغا أثبت بأنه الحارس الذي كان حاضرا في توقيت صعب جدا. لهذا السبب معنى غوارديولا يحترم. اليوم أنا بتشكيل جهاز الفني والإداري والطبي، كل شخص مسؤول في مكانه. الجهاز الطبي رأى أنه هذا الحارس لا يستطيع يكمل المباراة، على طول غوارديولا حتى لو كانت العصبية في وجه غوارديولا، لكن هو تحمل مسؤوليته، تحمل مسؤولية الجهاز الطبي، أبدل الحارس. الحارس أكيد شفنا طلع بعصبية، لكن معنى تبقى هي مسؤولية المدير الفني. ولكن في نقطة مش الكثير بيعرفها، إنه لما يكون في عندك حارسين بقيمة حارسين كبار، خلينا نحكي كورتوا، لونين، كيبا، يعني كل حارس بطل في بلده، كل حارس ويمثل منتخب بلده، لكن بالرواتب والمكافآت يعطى الحارسين والثلاثة بنفس المقدار. يعني اللاعبين عن المكافآت أتحدث، أو عن العقود، المكافآت تعطى للاعب الأساسي بحسب معدلات أو الدقائق الملعوبة. نعم. إلا حراس المرمى يعاملوا الحارسين بمعاملة حارس واحد. نعم. بالقيمة. نعم. المالية، بقيمة العقود، وكل شيء كذلك. نعم. طلحة، أتحدث معك عن حارس مانشستر يونايتد أونانا، الذي ضحت إدارة اليونايتد بدخية الذي تحمل الفريق لسنوات وسنوات وسنوات، وجاءت بأونانا ودفعت به مبلغ حوالي 50 مليون، وقيل عنه وصيف أوروبا وأحسن لاعب حارس مبني بالقدمين وإلى آخره. المفاجأة أن أونانا استقبل 82 هدفا هذا الموسم، يعني لو شد حاله شوي بلحق رقم ميسي التاريخي، 92 هدف تسجيل واستقبال مع الفارق. يعني هذا سبب المنظومة الدفاعية، المدافعين، الفريق، أم أونانا لوحده، العناصر كلها مع بعض؟ المشكلة لا تكمن بأونانا لوحده، المشكلة تكمن في كيفية إحضار حارس المرمى. عادة حارس المرمى يأتي إلى الفريق يلعب، لا يلعب أساسي بشكل مباشر، يكون هناك مدرب حارس أول، ومن ثم يدخل الحارس إلى الأجواء، لأنه من أكثر الحراس أو من أكثر اللاعبين المراكز التي تحتاج إلى حسية اللعب هو حارس المرمى. إدارة مانشستر يونايتد لم تنتهج هذا النهج، روحوا دخية وجابوا أونانا. أونانا لم يدخل بالأجواء، يحتاج حتى كورتو أول ما وصل لريال مدريد كان فيه كثير من المشاكل. حتى أونانا نفسه لما دخل بإنتر ميلان دخل بعد هاندانوفيتش، يعني كان هو وهاندانوفيتش بعدين دخل بالأجواء، هيك حارس المرمى عاد. المشكلة كانت بالمنظومة الدفاعية المخترقة، وهذا الموسم كان فيه غيابات، ولكن المشكلة أنك أنت كمدرب تعتمد على منظومة دفاعية مخترقة، ويكون نهجك العام هو الأسلوب الدفاعي، فإذا أنت هنا أنت بتختار أسلوب لعب وأفكار وخطة لا تتناسب أبداً مع ما تمتلك. المشكلة الأعظم التي حصلت أنه مانشستر يونايتد لم يستفد من أونانا بالقدم، بل الأرقام تقول أن معدل التمرير، معدل طول التمريرة كان عند خيا أفضل من أونانا هذا الموسم. ليش؟ لأنك أنت جبت حارس مرمى يلعب بالقدم ووضعت أمامه قلوب دفاع لا تلعب بالقدم.
منظومتك كلها منظومة احنا بنسميها بنحكي منظومة عفشوكية مش مفهومة ابدا. نعم. فلا يلام أولانا في بعض اللقطات، ولكن لا يلام أولانا لوحده على هذا العدد الكبير جدا. وبالمناسبة معن على الرغم من كل الانتقادات التي توجه إلى أونانا، اللي أنا بختاره هو ثالث أفضل لاعب في مانشستر يونايتد هذا الموسم. يمكن نظرا ليس يعني لأنه الأفضل لكن هو الأقل سوءا. جرناتشو ومين ماينو؟ نعم برونو فرنانديز و ماي. شكرا أونانا. شكرا لطلحة أحمد محلل 442 من أبو ظبي الإماراتية. نلتقي قريبا وإياك إن شاء الله هنا في الاستوديو. أعود إليك محمد. ديبو مارتينيز الحارس التاريخي للأرجنتين قدم مباريات خالدة تاريخية، لكن أخطاء كارثية كانت في مباراة ليفربول ودخل الرد يعني الأرقام قياسية. أول حارس مرمى يتسبب بثلاثة أهداف في مرمى فريق. نعم الفكرة دائما أنه هذا حارس المرمى الجيد جدا سيقدم مباريات ممتازة، مباراة واحدة سيكون سيء وهذا هي مباراة سيئة. مارتينيز حارس جيد جدا أم ممتاز؟ حارس جيد جدا. مرتفع؟ حارس جيد جدا، يعني لا في 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 حراس أعلى منه مستوى لكنه قوي لكن ذهنيا. نعم هذه هي نقطة مهمة جدا، لأنه هذا موضوع عليه دراسات. الفكرة أنه هو أحد أسباب وجود أستون فيلا في هذا المركز وتأهل لدوري أبطال أوروبا. الفكرة دائما أنه دائما نسبة أخطاء، هي من دراسات وإحصائيات في عالم كرة القدم، نسبة أخطاء الحارس في أول 10 دقائق من المباراة عالية جدا، لأنه يكون التركيز أقلها لأنه لم يلعب مع الكرة بشكل كبير. بنفس الوقت كلما زادت نسبة توقعات الهدف للخصم، يعني كلما صنع الخصم فرص على حارس المرمى تزيد نسبة التركيز لديه. هذه النقطة، يعني كلما زاد الإكس جي للخصم زاد التركيز لدى حارس المرمى. هذه نقطة مهمة جدا يعني. فبالتالي نحن ننظر أنه كلما زادت الفرص سيتلقى الفريق خصم. بالعالم الإحصائيات يقال أنه التركيز ازداد لدى الحارس، فبالتالي يصبح التصديات أعلى. نعم شكرا لمحمد حلمي راشد، شكرا لكابتن خالد سعد محلل 442، وشكرا ايضا لطلحه الذي كان معنا من ابو ظبي الاماراتيه. الشكر موصول الى محمد حلمي راشد محلل 442. مبروك ليوفنتوس فوزه بلقب الكاس. عقبالكم ان شاء الله يا رب امام مانشستر سيتي مانشستر يونايتد. على اي حال وصلنا الى نهايه هذه الحلقه من 442، نلتقي بكم ان شاء الله الاسبوع المقبل. الى ذلك الحين في امان الله.